عدد كبير من شركات الإشعاع قدموا حلول فيما يخص رقمنة الحصول على التذاكر ورقمنة التنظيم بطريقة عامة، وأظن أن هذه الشركات سوف تلعب دور كبير في رقمنة وحتى في إبراز وإعطاء صورة جديدة للجزائر. فالجزائر ليست فقط المنظم، ليست فقط ربما ستنظم الجانب الرياضي فقط، بل حتى سيكون لنا ربما قيمة مضافة فيما يخص جودة التنظيم والتكنولوجيا المستعملة في حيث التنظيم.